أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأفضل أن نقول عمل قوم لوط أم اللواط حتى لا ننسب هذه المعصية الشنيعة إلى نبي الله لوط عليه السلام؟ ما نسبتها، إذا قلت عمل قوم لوط قد نسبتها إلى القوم، ما نسبتها إلى لوط عليه السلام. نعم، ما قلت هذا عمل لوط، أسأل الله العافية، ولا يقول هذا مسلم، تقول هذا عمل لوط، لا، تقول عمل قوم لوط. نعم، الله جل وعلا سماهم قوم لوط، وما قوم لوط منكم ببعيد، سماهم قوم لوط. نعم.